الدكتور المحمل كان بيرجع من مكة بالكسوة القديمة، ازاي كان مش بيتم؟ ما كانت في الغالب كانوا بياخدوها وقطعوها ويوزعوها. بيوزعوها بقى، ما تعرفيش يعني، نادرا ما ترجع كامله، بس كان بيتقطع منها، هياخدوا منها اجزاء وياخدوها للتبارك، يتباركوا بيها. يعني ما كانش في طريقه معينه للاحتفاظ بيها لا 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 فيه. لا، الكسوه القديمه كان الناس بياخدوها بيقطعوها ويتباركوا بيها، وهتلاقي في ناس جدا في المملكه العربيه السعوديه وفي العالم الاسلامي عندهم جزء او اجزاء من كسوه الكعبه، لانها كانت بتطرز بخيوط من الذهب والفضه، فكانت غاليه جدا، وكانت عليها طبعا تبركا بالكعبه المشرفه. طب هي ما زالت لسه بتطرز برضو بالخيوط الذهبيه؟ ايوه، لا زالت حتى يومنا هذا نفس الطرق القديمه طبعا اللي موجوده في العصر المملوك العثماني وعصر السلطان محمد علي لحد الملك فاروق. وبعد كده بقى امتدت القافله دي لحد امتى؟ يعني لحد استمرت لحد عصر الملك، لحد 1953. 53 وبعد كده توقف. ده في ضوء اللي وصلنا. تمام. وبعدين بس المصادر التاريخيه بتقول ان المحمل توقف عام 1962 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. انما قبل كده مصر لها دور كبير جدا. تمام. ومصر هي الدوله الوحيده التي كانت تتزعم عمليه كسوه الكعبه. ما كانش لا يستطيع احد في العالم الاسلامي ان ينازعه في هذا، ينازعها في ذلك، لان مكه والمدينه كانت في معظم الفترات التاريخيه تابعه لمصر. يعني مصر والشام، فلسطين والعراق والحرمين الشريفين. الحرمين الشريفين دي حاجه كبيره جدا عند الحكام المسلمين، وكانوا طبعًا. يعني كانوا بيتنافسوا ان هم يخطب لهم في الحرمين الشريفين، وتضرب السكه باسمائهم في الحرمين في مكه وفي المدينه. وانا عندي طبعا استاذ مسوكيات، وعندي الحاجات دي، عندي بقى كتاب في هذا الموضوع.